بالله يا عمي معك حق، كله قسمي ونصي. بالله بالله إذا بتبقى هيك ما في أكس بك. ألف بنت بتتبناك، بس لما بتطلع المتاير بتجيك الحيوانة وبتصير بتندم. عسيرة الحيوان يا عمي، كيف لقيتني على هالمتاير؟ والله الله يرحم الذي قال العقل زيري، مو ناقصنا إلا العقل. العقل. ألو، احترامي سيدي. لا سيدي، لحد الآن ما إجاني قضية آثار لحتى أحقق فيها. بيع آثار؟ هون بمنطقتي سيدي؟ طيب طيب سيدي، أنا هلا مباشرة رح خبر مكتب المتابعة بالموضوع. ماشي سيدي، أكيد كل العناصر رح يكونوا موجودين. احترامي سيدي، الله معكم سيدي. معقول هالحكي؟ بيع آثار وعندي بمنطقتي؟ ألو عصام، اسمع شو بدي اقول لك. شفتي لي صالح محلا قاعد ما يساعد بيي؟ بس لو هالبقرة بتقبل فيه. ولك انت ما بدك تحلي عن اختك انت؟ انقلعي من وشي. انت ما عندك غير سيرتي؟ هاد هو قدامك، اذا عاجبك روحي غدي وريحينا منك. والله يا دارين ما بينفع، صالح بيحبك الي، بعدين بشرفك امي ما بيشبهها. اي سد بوزك، بدك تضربيني؟ ايه بدي اضربك. يلا تفضل وهوشك على الديوان، بتقلن يسجلوا لك اياها ويعطوك فيها رقم مشان تراجعين بعد كم يوم. انت شو ما تعمل اذا بتريد رجع مصرياتك؟ يا بنتي والله طالعه من قلبي وخاطري. لو سمحت ضب مصرياتك، اعرف هيك ما كنت ساعدتك. بس نحن هيك متعودين. الله يلعن هالعاده ويلعن اللي عودكم اياها. ضب مصرياتك وتيسر اذا بتريد. يا ستي كتر الله الف خيرك، ربي يحميك ويوفقك يا رب ويستر عليك. لك شو عامله فيه للزلمة؟ فوتي فوتي لأحكي لك. ويا سمك عظمك جارحنا يا سمك، يا سمك صدوني صيد الحرامي بشيبة، يا سمك ويا سمك عظمك جارحنا يا سمك، يا سمك صدوني صيد الحرامي بشيبة. خلاص خلاص انتوا يا عم بعيونك انتوا يا وكيف فرحتنا؟ انا مغني، انا مغني مشان ايش السمكات ما طلع معي ولا سمكي. كيف بدها تجي السمكات وانت مالك حاطط عين بالسناره؟ انا يلبك ليك ايه والصدق، وانا ما اقول شو نسيت. العمى في عيون عيونك ان كانوا صحيح. هلا بنحطك عم لك يوم. الله يعطيكم العافيه يا شباب. اهلا اهلا ابو تعال تصيد معنا. تفضل. بس شو صار مع هالزلمه؟ ليك اي زلمه؟ الزلمه اللي جاي يشتري الدكان مني. اما هالعلقه يلبك ليك. انا رح جني غضبان، الزلمه وعدني يجي من امبارح وانا دفعت هالمبلغ كرمال قرشين زياده، بس الزلمه فص بالحودة. شايف يا ابو عبدو، هي اخره الطمع. لك الله لا يقيمها. الله يسر عليك يا غضبان، لاقي لي حل. عم اتصل بالرقم اللي اعطاني اياه، عم يقولوا لي عن هاتف للعموم، ما بنعرف الاسم. خلص اتركني اتركني، انا بفكر انا بفكر الموضوع وبرد لك خبر. الله يوفقك يا غضبان. لك ما يقول لك معلم غضبان بيرد لك خبر وهو بيرد عليك خبر. يا زلمه شو لصقه؟ بالصدق لصقه. روح قلبه يتجلى. ما بعرف هلا ابو عبدو شو شو شوفي معلم غضبان، شو ما تفكر يا معلم غضبان، شو بتفكر؟ قلنا بنفكر معك اذا يعني بدك بلكي من ساعدك. ايه انا بساعدك. بدي اقول لك شو مفكر. ايه انا بغني لك يا سمك عظمك جارحنا. شايف السمكة هاي؟ وينها؟ بيه طعم الصيدة. وينها؟ شوفها. وينها عادي؟ شوفها. يا خيي! يا مروان! يا خيي! مروان تعال اديتك يا خيي! ويا خيي! تعال يا زلمة ساعده ما تلميش! لك مروان! سامعني! انت مغرور! سامعني يا حبيبي! تعال تعال تعال! ولك مغرور! ولك جلعي القرش بيع كله. لا تخاف يا روحي. ولك عاد ايدك عطيب ايدك. ولك بيع كله القرش بيع. يا حيا تعال يا شريكي يا رفيقي. بقرة بقرة ولا فين عايش من دونك. ولا تعال.
وينك وينك؟ لكني لكني لك القرش ما ياكلني من تحت القرش. صف شرياته صف شرياته لك شل عينك خلقتني بالريحة لك يزيني نوري نقصني تعال يا حبيبي انقصتني يا خيي ايش لك صاير معاه؟ اكبشني منيح اكبشني يكني يا رفيق انك ما راح تبعد عني ما تبعد عني الله يوفقك انا فيني اعيش من دونه انقصت حياتي يا حبيبي حياتي يا روحي ما في شي ما يسحبني لك إيه كنتي خديهن عساس حضرتك أبتعر فيني بعدين هذا واجبي وشغلي وما أقبض عليه راتب كل آخر شهر بعدين هذا الزلمة بجوز يكون محتاج المصاري أكثر مني ومنك لك مشان الله بقى هي مثالياتك إمتى بدنا نخلص منها بعمرك مرة تخلصي منها اسمعي اسمعي صحي بدي قلك سيرة أكيد على الأستاذ هيساء هذا يا ستي ما أنتي اسمعي منيح شو عم بيصير معي هاتي لشوف صايرة كل ما أطلع من البيت عم حس إنه في حدا عم يلحقني من وراء قلوا مين هالحدا؟ وتطلع هيك أبشوف حدا وأبلاقي حدا يعني ما تصدقي عن جد صايرة مخاف نام بالبيت وصلت لموقف السرافيز وإلا شفت خياله ومين خيال مين هذا؟ لك حاجة تقلي لي خيال مين؟ ما قلت منه؟ لك ما قلت ما يقلك ما بعرفه ما بعرفه شو بده يعرفني فيه؟ يخطفني يقتلني الله أعلم بس قلت لحالي بحط عندك خبر مشان اذا صار علي شي حاله خطف ولا قتل تكوني بتعرفي بتكوني انت متوهمه ومكبره القصص كما قال لك هي تاني مره بتصير معي نفس القصه ايه معناتها لبقى تتاخري برات البيت وديري بالك على حالك لانه هذا الزمن ابقى يتامن له ايه والله تخلق هي القهوه على السخانه ايه لا ما انا على السخانه وبحياه عمرك لا تحلمي تشربي قهوه معموله على السخانه عندي بهالمكتب ما قول ليش بتنشري اشربي اشربي وهي أميرة الضيعة ما حلوين عليا حلوة انتي ليه زعلانة؟ اوه يا امي بدك تجيبي لعلك امي يعني هي قاعدة بالبيت ابدا لبس امي لا تخافي علي انا هي طفلة تستحلي تياب رفقاتها يعني معقولة نتركها حسرة بقلبها الله يخلي لي اياكي لا يحرمني منك وبإذن الله ما رح خلي شي ينقص على هالبنت وراتبي آخر الشهر إلك ولعدنان خلص أمي بيي الله يرحمه صار له أكثر من سنتين متوفي لك الله يخلي لنا ياك يا سيدة يسلم لي يسلم لي امشي على الدكان أنت امشي يلا القيادة عندها معلومات انه في تهريب اثار بمنطقتنا وحضرتكم لهلأ ما جبتولي ولا ضبط سيدي سيدي ممكن تكون معلومات القيادة غير دقيقة او مغرضة سيدي مغرضة؟ كيف يعني مغرضة؟ يعني مغرضة يا سيدي ممكن حدا حاقد علينا بده يأذينا بده يدمرنا بده يسوي فينا الشغلات سيدي وممكن تكون المعلومات صحيحة وحضرتكم نايمين على ودانكم سيدي أنا عندي الحل أنا رح أعزز الدوريات بكل مكان ورح أعطيك خبر هاي العصابة خلال يوم أو يومين أو ثلاث أيام أو أقول لك سيدي ما بقدر أعطيك وقت بس رح تكون عندك على كل إن إذا ما وصلتوا لحل أنا عندي حل عندك حل؟ ليك يا خيتي الشغلة بدها قوة قلب ولازم الواحد يحسب حساب كل شيء ماشي؟ فقد يعني تتعرضي أنت لا سمح الله يعني لا سمح الله لا 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 شي موقف حرج حدا يهجم عليك فلازم تدافع عن نفسك من خلال هذا المؤس
هذا الموس كيف مستعمله؟ بنكمشه بهالطريقة هي، ما بنكمشه هيك مثل كمش كعزوزة، لا بنكمشه هيك. شوفي شايفة هالزر اللي هون؟ بتكمشيه هيك ببعض صبيعي وبتكبسي الزر بهالطريقة هي. شفتي كيف؟ هذا هو. ماشي؟ ما تخاف. حدي حدي حدي. لك لكان حدي حدي مثل الفليفلة. ليك يا خيتي امسكي. لا والله بيجرح بيجرح. لك لا لا بإيدك ما بيجرح، السلاح بس بإيد فوزي بيجرح. كمشي منيح. أيوه كمشي. لك لك هدول الأسنان. لك هدول مو أسنان مو أسنان، شو بدك فين؟ هلا شو بدك بالأسنان؟ اعملي هيك. أيوه كمشي منيح، شيلي صبيعك منه. إيه شايف الزر ليكي ولو ليكي ولو. إيه كبسي. ما عم يفتح. لك كبسي التحتاني التحتاني مو الفوقاني. طب بعيد بعيد. أيوه. شو بسي لشو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله قدر وقدر. لك طولي بالك طولي بالك، انا شو دخلني؟ طيب يلا كمشي هلا ايوه هلا رجعي كمشي هي. ايه شيلي صبيعي. ايه رجعي كبسي و ما عم بسكري. كبسي منيح كبسي منيح. سكري لشو؟ شيل ايوه هذا هو، شايفين محلاها؟ هلا الدرس الثاني. هذا البخاخ العجيب. هذا بتكمشيه بدياتك هيك وبتفتحي الغطاء بتبخيه بوشه للمهاجم، قام شو بصير معه؟ تلتهي بعيونه التنتين وبدمعه أبقى في فتحي. انت بهالوقت بك بتكوني هربتي. حتى شوف لك خيي، ما شايف انه هذا دودوران؟ دودو شو؟ دودوران دودوران، حتى ريحته حلوه. شو دودوران؟ دودوران مزيل التعرق يعني؟ يلا لك بناتة بناتة. شو هالحكي؟ بس ريحته كيس كتير. تعي 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 بعرفها. اي والله كيس كتير. ها خلص خلص خنقتني. اي والله ريحته حلوة. اي والله حلو كتير. خلص ما قلك بناتة. مستر عصير؟ ابدي ابدي مستر عصير. لك العمى في عيونك ما اشرب مادي، ابدي عصير. مادة نو عصير. لك قلعي وليك انقلعي صحتك. ابدي طيب اتيني. هلا بالحكيم. اهلا فيك، وين كنت يا سيد هيثم؟ ما قلت لك بدي امره لعندك الساعة 10؟ بالحمام. ابي حق اللي يفوت على الحمام. اتفقنا انك تاخذ الدواء بمواعيده. والله شفت حالي كيس، قمت وقفته للدواء. وقفت الدواء؟ المريض لازم ياخذ الدواء للنهايه وبراجع دكتوره وهو بيقرر اذا لسه بحاجه للدواء او لا. يعني هند كيف شايفني اليوم حكيم؟ الورم زاد ولازم هلا ترتاح يومين على الاقل. يعني افيني اطلع مشوار بالسياره؟ اطلع، بس اهم شيء ما تسوق انت وما تتعرض لاشعه الشمس ولا ثانيه. بدك اخذ معي شوفور حتى اشوفها لفايزه؟ لا بالله ما حزرت. عالبساطة البساطة يا عيني عالبساطة، قديش مستحلي يعيش جنبك يا ابو الدراويش، تغديني خبزي وزيتوني وتعشيني بطاطا. أبقى فيني أبقى فيني، تحط قلبي بالقنيني. لك شو جابك من الصبح؟ وينو بيك يعني عمي؟ وينو عمي يعني بيك؟ لك خلاص بالبيت. قلت لحالي بسألك إذا بدكن خبز نازل على المدينة على الموتى. إيه أكيد بدنا خبز، بس يكونوا منيحة أحسن ما. أبقى فيني أبقى فيني، تحطي قلبي بالقني. ركلة. أبقى فيني أبقى فيني، تحطي قلبي بالقنينة. أبقى فيني. دخلك يا ماما. اول شيء صوتك حلو، وثاني شيء يعني بعد اذنك في مجال تقبلي مني هالهديه؟ والله حسب الهديه. موبايل؟ لا 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 يمكن،
لا يمكن أقبل هيك هدية. ليش يا هدى؟ على فكرة أنا كتير بكون أحياناً لحالي بالليل وبحب أسمع صوتك وبحب أقول لك تصبحي على خير قبل ما أنام، فأرجوك تقبلي مني هدية. طب خلاص أوكي، أنا أعتبر أنك قبلتيها ولح أفتح لك إياها. لا 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 لا، أنا لحالي بفتح. طب علي تاخدين هاي الكيس. يسلم. الله يسلمك. هذا الجوال ما دخله بفايزي، هذا هدية من خي لخيته، وبالله أبي يرجع، بولادي أبي يرجع. الله يخلي لك هني، بس شو المناسبة تقبل هيك هدية؟ أنا جاي أورجيك شو صار بحالتي كرمال عيون فايزي، بس بالله بالله إنك جرحتيني أكثر من اللي صاير بخلقتي. علق أنا ما بقصد الإساءة، بس والله أنت أبدا أبدا، وأنا بوعدك إني أبقى أجي على مكتبك مرة تانية وأبقى أزعجك، بس قسما بالله وعزة الله الموبايل أبي يرجع. أفشي من قيمتك عن إذنك. شو حاله؟ ما يغسل ويجلي؟ ما بعرف صاير معه شيء. امي بسوي لك كاس متي او كاس شاي يعني؟ سوي اللي بدك اياه. بدي اسوي لك فنجان قهوه لك. ليك هالقاتة بقول له سوي اللي بدك اياه. ما بعرف شو قال لي، متي شاي ما بعرف. اللي طاير بالهوى في منتورة طاء أو صورة خدني لعندن يا هوى. لك يقبرني هالصوت مع أخي قلبي. شو عاجبك صوتها؟ اكبر بهالغربي ما تعرفني بلادي، خدني أخذني على بلاد نسم علي. لك اسكتي بقى صرعتيني. ونسم علينا الهوى من مفرق الوادي. يا هوى دخل الهوى خدني على بلاد. أنسة فايزة أبي تسمعيني شوي، الدكتور قال لي إني أبي صير أمشي تحت الشمس مشان الورم، شو رأيك ننزل على الجامعة نقعد بالكافيتريا ونحكي شوية كلام؟ أبي يمشي الحال؟ صرت تشوفي حالك؟ الله يرحمه لجدك. بسيطة. ولك تعي 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 اشربي قهوة قبل ما تبرد. تعالي. آه والله تعبت وتكسروا رجلي والشغل ما كان يخلص. لك يا ست الكل، الله وكيلك الله وكيلك أبو أيها ورئيس الورشة وكل شي فيه بالمعمل بيعرفوا إنه الأنسة هدى شغيلة وبتطير العقل. تفضل اشربي فنجان القهوة يا أنسة هدى، تفضل. مو مهم، المهم خلص شغلي. تفضل تفضل عدي اشربي فنجان قهوة، لك العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. تفضل عدي. تكرم عيونك. رح تبرد القهوة. تكرم عيونك استاذ مفيد. لا هيك رح ازعل منك. خير شوفي معلي، ما تقولي لي استاذ مفيد، قولي لي مفيد. طيب عندي شرط. تفضل.
إذا بدك ما قال لك أستاذ مفيد ما بتخلي أنسى هدى. طيب إن شاء الله عجبتك القهوة يا هدى. كتير يسلموا هالإيدين. على فكرة أنا بعرف ساوي شاي أكرك عجب مو بس قهوة. إن شاء الله ألف صحة. أمي أنا خايفة عليك يا أمي. أمي كل اللي سمعناه عن غضبان أنت ثبت عليه شيء؟ لك يا أمي يعني هالشب ما في منه يعني بس ليش كل يوم والتاني بياخذوا على المغفرة؟ طيب بدي أسألك هاد جلال ومروان ورفقاته كتير ولا مرة أخذوهم الشرطة ليش؟ أبعرف لأن القصة بين غضبان ورئيس القسم. يا عمي صرت قايل لك 20 مرة ما تخافي علي ما تخافي. حبيبي قل لي منين جايب هالمصرات؟ لأنه اللي عم تقوله إنه عرس ابن عمك بيكلف كتير. بالله أب خليكي تروحي إلا وراسك مرفوع قدام سلفاتي. لك سلفاتي بيعرفوا وضعنا وبيقدروا. أنت بتعرفي إنه هالحكي ما نو صحيح وسلفاتك بده يدقق عليكي أنت بالذات. ولك حبيبي ريح لي قلبي وقل لي منين جايب هالمصرات؟ يا رحمة بي المصاري حلال حلال. الله يرضى عليك حبيب قلبي عيوني متحمم بالشامبو الأصفر. لك محرام عليك القتل الأكلة من تحت راسك قسما بالله واجهته كلها متخربطة. كعينك تشوفيه بس لما طلعت بالتاكسي كان حيطق من قهره. هلق بيناتنا انت رأيتي بدك الصراحة أبعرف يعني هلق هو يعني ممتاز وضعه ممتاز وشكله مقبول يعني نوعا ما بس متجوز وعايش مع مرته وعنده أولاد. مزبوط يعني برأيك أبي كفى؟ لا والله بكفى وزيادة يا حبيبتي مشان هيك لازم تقطعي له كرت نهائيا وتخلصينا بقى. ما تقلي كان الغدا اليوم طيب كثير. إيه بالله كان طيب. شو عجبوك الخبزات؟ عجبوني الخبزات طيبات طيبات. منين جايبتيه؟ بتعرف انه كل يوم صالح بيجيب معه هو جاي صالح بيجيب الخبزات. بالله الولد صاير كتير كيس كيس وحباء وقفي منه كيس وحباء وقفي منه. الله يتم عليه ويوفقه الله يتم عليه ويوفقه. لك جلال تأخرنا يو سقع عد ما تقطق بالحويش. قوم خلينا نروح بيتنا خو. يا زلمي شو ما تقطق بالحويش يعني إذا ما تقطقت بالحويش بشو بدي تقطق؟ أصلا متقطق راسي من ورا رفيقة غضبان وين ما يغطها صار له يومين مغطط علينا. ايه والصدق ملاحظ وكأنه بتغير معنا ما هيك. لك ليكون عشقين يا لبك ليك عليك يعني قصة ما معروفة هاي شو جديد انت يعني؟ ايه اما قضي عنك انه صحي شباك بديش اقول هشباك. انا ما قصدت لدارين انا قصدت وحدة تانية. يلبك ليكي وحدة تانية هات لشوف قل لي مين يحكي لي احكي لي ولا جلال احكي لي. والله يا مروان ما تحرجني يعني صعب اني قل لك هلق بعدين ويا خبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش يعني ما تحرجني الله يوفقك. لا يا جلال لا بدك تقلي انا؟ لا والله افيني قلي احكي لي ولو لا تحرجني. هي بسيطة ابقى بدي اعرف وانت اللي قلتها اليوم بفلوس وعم قرب بلاش. ايه بلاش وانا رايح كمان. روح شو عم تهددنا؟ لك مروان ما امزح معك لك تعال انا بخير. أهلين مفيد. لا لسه ما نمت. لا تاكلوا هم أنا في إلي عيون بالنظارة رح أبعت أسأل عنه لغضبان. صدقني يا أبضاي
كل الحكي اللي سمعته عن غضبان ما له أساس بنوب من الصحة. سألني إلي بدي لغ أبضاي. كل الزلمة اللي حواليه كانوا بالنظارة وشافوا غضبان بالنظارة وحسون إجا لهون وغضبان بالنظارة ونحن أجينا لهون وغضبان بالنظارة. طيب ليش ما جابوا لهون لكان؟ والله شي بيحط العقل بالكف. معلش طول باله هنداوي ما بعصب، انت عصبية ما بواتيكي، بس يعني هلق هي غضبوني يعني معقولة لهلق بالتحقيق كل هالمدة يعني؟ معناته يا معلم هذا غضبان عليه ألف قضية. لك والله صرعني صرايا، لك شو هالغضبان اللي مثل الكذبات. صفن منيح ابو خليل. ولا يهمك يا ام خليل، ها احلى صفه. ها الله يعطيكم العافيه. اهلين وسهلين بالمعلم غضبان، تفضلوا. اهلا وسهلا يا غضبان، الله يقدرنا على مكافاتك ورد جميلك. ولو خيتي ام خليل، نحن ما عملنا غير الواجب، وان شاء الله الف الف مبروك. ميت اهلين وسهلين اخ غضبان، والله ما بتروح انت والشباب لضيفكم شي بارد. يلا تفضلوا. يلا تفضل. معناها قومي لقلك نتغدى بشي كافيتيريا، انا عازمتك. ما لقيتي تعزميني غير اليوم؟ قلت لها لأني ما رح تأخر. لك يقطعك شبابيلي، ما تدقي لها على التليفون وتقولي لها انه بدك تتأخري. وانت جبتيها ومنه منجرب لي هدي؟ لهلا ما جربتي؟ لا. ايه دقي لها دقي لها. اخ الله يعيني. ورجيني عادي تشوف بربل. شوف والله ليكي ها ظريف غلطي. بدك تدقي لأمي؟ ايه عفوا. جلي؟ ايه يا جلي شو؟ خيي؟ ايه ايه ليه؟ ايه شو بدي قلك؟ قلي هلك هذا اللون أحمر ولا فوشي؟ برتقاني ولا؟ لك يا خيي شو مكان يكون يا البكليكي، برتقاني ولا مو برتقاني؟ المهم أحلى شي بضيعتنا الألوان. ايه والصدق بالله كلامك صحيح، وخصوصي انه هيدي الالوان بتاخدك لعند الميتافيزيقية التجريدية، ولا شو قولك انا؟ اه ايه فلا ما زل عليك بحرف، كل شي ما تقوله مزبوط. المذهب النفسي ما يحكي بقلبه للالوان. اما عيش من شافك والله. ولك انت حسابك عندي بعدين حسابك. يعني عدا المؤاخذة هلق انت شو بدك منا يا معلم غضبان؟ ابقى بدي شيء، كل واحد يروح بطريقه. يعني هلق ابقى الواحد يقدر يمزح معاه؟ انت بتعرف انه هذا ما نو مزح، بس بحظي تدفعك الثمن غالي. عمولي اللي بدك اياه. ابدي اعمل شيء، بس اول طلبيه الي على القسم بدي احطك بدعوتي. سيك. شو قصده انه بده يحطني بدعوته؟ يعني عما يا البكليك شو؟ لا تقوله. فانا ما زل عليك بحال. مثل ما عم قل لك خلصينا من هالقصة. كيف لكان؟ انت دايما مع دارين. انا وعد دارين وغضبان اني وقف معن لاخر السنة، وبعدين كل واحد بيروح بطريقه. طيب ليش ما نعمل خطبة صالح على دارين وبس يرجع غضبان؟ خرسيولي شو ما تحكي؟ معقولة؟ شو الشغلة لعبي؟ يخطب ويروح ويجي، شو هالحكي ها؟ امي اعطيلي كاسة شاي مع ليلى. قومي قومي عطيها كاسة شاي لخيتك. لا والله ما رح قوم. لك هي بدها شاي، هي هي مبيت لي قتل المحل. معقولة انت؟ انت اختي الكبيرة وبتخافي منها؟ يا امي شباب الضيعة كلهم بخافوا منها ما بس انا. ما بدك تقومي؟ لا ما رح قوم. انا رح قوم. قاعدة الله يسعد اوقاتك. لك
لك وينك لهلق؟ تركتني اتحمل كل المسؤوليات. على فكرة أنا كتير مبسوط منك ومن شغلك، واللي باسطني أكتر أنه حضرتك يغزل عين يغزل عين مشيتي الطلبية كلها، لك هدا صرتي معلمة. فضلك أستاذ. لا أرجوك ما بتقولي لي أستاذ، قولي لي مفيد. مفيد حاف. فضلك يا مفيد. شو بتحبي تشربي، بارد ولا سخن؟ بارد. بارد أكيد. طبعا سكي رايح وصي على كاستين شاي أكرك عجب. خير عمي. خير عمي. عجبوك الخبزة؟ ايه بالله عجبوني الخبزة. ليه؟ كل ما تجيب إلكي سوب حسابنا. تكرم عمي. نسيت قلة. قل. اشتريت مكنسة كهرباء. الله يتم عليك ووفقه. بس طلعت محروقة. الله لا يتم عليك ولا يوفقه. صلحتها. الله يتم عليك ووفقه. عمي؟ أبتقل لدارين جيب لي كاسة مي بالريقة. دارين بيي جيبي له كاسة مي بالريقة. حاضر بيي. يحضر لك الخير. عمي نسيت خلة. قلي. اشتري سجادة. الله يتم عليك وفقه. أصلعت مخزوقة. الله لا يتم عليك ولا يوفقه. رقاطة. الله يتم عليك ووفقه. سيد هيثم، أنا كم مرة قلت لك على المديرية اللي عندي لبقى تجي؟ عن سيرانيا بترجاكي تفهميني، أنا صار لي ساعتين ما أنتظرك. يا خي وتنتظر العمر كله، هي مو مشكلتي. قلت لك هي دائرة حكومية. ولك بعرف، والله بعرف إنها دائرة حكومية. جيبي للكر ما يعرف إنها دائرة حكومية. أنا أبدي فوت لجوا. أنا كل طالبه منك إنه نقعد أنا وياك 10 دقائق برات الدائرة الحكومية. منيح هيك؟ بس هيك نقعد وتفهميني. بالله لويت لقلبي. موافقة، بس بعد الدوام. هلا قبل الدوام بعد الدوام بتفرق. ما قلت لك بعد الدوام. خلاص بعد الدوام. شو ست هدى؟ ما بدك تروحي خلص الدوام؟ ايه لكن شو بدنا ننام هون؟ تسمحي لي وصلك على الكراج؟ بصراحة أنا حابب أمشي معك شوي. لا ما في، بخاف حدا يشوفنا. ويشوفونا عادي، يعني شو المشكلة؟ شب وبنت موظفين مع بعض بنفس المعمل وبنفس المكان وحب يوصلها على الكراج. طيب ليك مفيد، بتنزلني على باب الكراج ما بتفوت لجوا؟ هلا انا ما رح نزلك، رح وصلك على باب الكراج، بس مو عندك اني ما فوت لجوا. يعني وافقتي؟ وافقت. على فكره هذا احلى يوم بعمري. يسلم عمرك. ما علي تقوليها مره ثانيه. يسلم عمرك. لك انت اللي عمري. يلا تفضل 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 تفضل. والله تعبت يا أمي، مش زي أقعد بالبيت. والله يا حبيبتي بعرف إنك تعبتي. وين ليلى؟ صار لها ساعة مو مبينة. تحترق. وين بدها تكون يعني؟ يا عند عليا أو عند شي وحدة. بنتي شايفة بعيونك حكي، احكي. لك أمي مو شايفة في شي غلط بجيات صالح لعنا بعد كل شي عملته فيه؟ شايفة شايفة وعارفة كل شي. خلص أبقى تحكي، أنا واقفة معي. أنا متأكدة إنه هذا الشغل كله من تدبير بنتك الخبيثة. ولك يا بنتي تركية، مهما كان هي خيتك الكبيرة، احترميها شوي. كبيرة؟ ما هي اللي طلعتنا من المدرسة. طولي بالك لك بنتي، طولي بالك. الله يبعث نصيبك. والله
اخلص منها بقى.